يسأل ويقول: خرجت إلى الصحراء في رحلة، وكان من معي يرون القصر في الصلاة ويعدون ذلك سفرا، وقصرت معهم، هل علي إعادة الصلاة علما بأن المسافة تقريبا 70 كيلومتر؟ هذه المسافة أقل من المسافة المحددة للسفر، 80 كيلو. فالأحوط أن لا يقصر الصلاة فيها، الأحوط أن لا يقصر الصلاة فيها، لأنها أقل من المسافة المحددة تقريبا للسفر الذي تقصر فيه الصلاة. ولكن ما دام أنهم صلوا واجتهدوا في هذا، نعم، فلا يعيدون الصلاة، لكن في المستقبل الأحوط لهم أن لا يقصروا في هذه المسافة. جزاكم الله خيرا.